سلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى، في حلقة جديدة من برنامجكم ذوق تحصل، معكم أختكم وصديقتكم وبنتكم كوثر بالحاج. تعليش بربي نمشيو لبعيد ونحنا عنا أبهى وأحلى مدينة مزيانة وحلوة في تونس، اللي هي مدينة قمرت، مدينة سياحية خلابة بالمناظر الطبيعية وبالأماكن السياحية المزيانة والتحفونة اللي موجودة هوني. اليوم احنا حطينا الرحال في نزل كرتاج تلسو باش نكتشفوا مع بعضنا ماكلة جديدة وماكلة بنينة. مالا كيما العادة تابعوني مع بعضنا نمشيو نشوفوا الشيف خالد شنو محضرنا اليوم. يلا اي عسلامة شيف خالد. عسلامة. شنو حوالك؟ لاباس الحمد لله. صافا؟ لاباس الحمد لله. صحة لاباسة؟ لاباس. خالد يعيش. يعيش. شيف كوجيني. اكزيكتيف شيف دو كوزين. احكي لنا على تاريخك شوية. تاريخي بدا كشيف. نعم 93 بديت في الكاريير هذايا. بديت في جزر جربة. اي كنت في جربة مال. كنت غاديك. أنت ما من جربة؟ من جربة. أصيل ولاية الأصيل ولاية صفاقس فهمت وتولدت في جربة ما نعرفش معناتها تكونت في جربة وتولدت في جربة يعني أنت تحب صفاقس وتحب جربة وتوليت تحب الناس كل بطبيعة وتقعد في الآخر والأخير ولد تونس كامل أكيد الحمد لله أي شنو تحب كاو بعد جربة جيت لهوني بعد جربة لا خدمت بون في برشا معناتها خدمت حتى لبرا أي جيت وين البرا مشيت خدمت لبرا مغرب مصر تجربة ألمانيا. كبيرة فما تعلمت الأكلات التقليدية المغربية والمصرية و الانترناسيونال الكل الانترناسيونال الحاجة معناتها اللي تعجبني في الخدمة معناتها لاكرياسيون معناتها ما تقعدوش معناتها تتبعوا في الشيف كوجينا ولا في الكتاب الفلاني خدمة يعني يعني أنت تخلقوا البلا أنت اللي تخلقوا وتبدعوا بدأ أزيد جيستومون تحط النوميناسيون بتاعك أنت الاسم هذاك ويمشي معناتها كيف بما أنه طبخ فن وإبداع لازمنا نبدعوا فيه نورمالمون هكا واليوم شو محضر لنا؟ بون معناتها باش نعملوا أن أونتري سالاد إكزوتيك وكريفات إي وباش نعملوا سويت دودين دودين رويال روز فيري بلون الكولير تاعو معناتها وفيها مارياج دو جو خاطر فيه ما بين الحوت وال دوجين هو بال جورد كيما البوبيات من الدندون معناتها الكلمة جاية نعم الدوجين جاية من الدندون من الدندون فوالا مالا خلينا شيف خالد نمشيو مع السادة المشاهدين نشوفوا ليزانغريديون بالتفصيل ونرجعوا باش بعد كي تفهمهم تبدا امورهم مريقلة سلاد اكزوتيك بالجمبري سفيدنارية تفاح فقوس بصل جمبري برتقال ريجوتا قشدة طازجة كريم فريش عصير ليمون زيت زيتونة ملح فلفل أكحل كافيار وحبق طازج دوجين رويال اسكالوب ديك رومي سلمون مدخن سومون فومي كلافس قشدة طازجة كريم فريش بصل سفناريا قرع أخضر كليل معدنوس طماطم سوريس زيت زيتونة كركم وفلفل أكحل وملح ورأس الحانوت تابل وكروية رجعنا شيف ها كيفاش باش تعمل السلاد إكزوتيك ولا السلاد إكزوتيك ناخذو كعبة سفناريا كعبة سفناريا كعبة واحدة اي تكفينا هكا مقشرة نظيفة حاضرة باش وبصل وبصل كونكومبر كونكومبر وطومات سوريز لا ما لا طومات سوريز باتيريا هذيك اللي سويتها مالا شنو كعبة برتقال برتقال وتفاحة وتفاحة شنو اخي تحب معدنوس ولا حاجة أخرى والكريفيت هاي عندنا هنا ديجا كريفيت هذه فهمتي ولا الكومبوزيسيون تاع نقصوها بعد تالي باش نرجلوها بال
بالريغوتا والكريم فريش ونفوحوا بالبزينه يعني من بعد باش تزينها فيها بريباراسيون في لا سيزون مون تاعها وبعدين اوكي. هو التفاحه موجود على طويل العام ايوه بياسر به والبرقدين توا وقته هو. لا احنا توا في تونس ما عندناش مشكله نتاع حتى برودوي معناتها لا لا برقدين ما تلقاهوش مثلا في الصيف برشا تلقاه موجود بالحق موجوده اي موجود بالكش نتوما خاطر سيستم وتله نتاع ماركه اللي تخبيه وما في الخضاره ما تلقاش برقدين كيما لا لا الاورانجي مثلا تلقاه ديما معناتها النجم اللي ما يلقاش برقدين يحط جو تاع برقدين اي ما من هنا علاش قلنا برقدين وبرا ما قلناش لا تومسون لا اورانج طاب لا حتى شيء برقدين وبرا فهمت هو ديما الجو لاغريم معناتها الاورانجي ونجمه اللي ما يحبش يحط سيترون يحط قارص بون معناتها هي بالاورانج معناتها لازم تكون يلزمها بالاورانج مادام اكزوتيك دونك شيف خضير معناتها كروفيت رويال باش نخلوهم يتيبوا رخيصه ياسر مع مش حاجه غاليه الكروفيت رويال واللي ذي اللي ما يقدرش يشريها يشري شوفريت يعملها بالشوفريت كاو كل قدير وقدر شيف هكا ولا اي دونك نتبعوا الشيف كيفاش باش يقص الخضره لانه جويدة. طريقه جديده مش كيما اللي متعودين بها الكل باش تقصهم على الشكل هذاك شيف بما فيهم البرقدين والتفاح قصة عندها الاسم تاعها ديجا برينواز تتسمى اش تتسمى شيف أمبرينواز 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 كيما كيما السلطه التونسيه جويده كيف فهمت هذه اجود من السلطه التونسيه جي سمو هكاك تونسيه تتسمى اوندي هذه أمبرينواز حلوه برشا سهله حتى في المضغ سهله للي عنده مشاكل مع السنين والكبار في العمر نسهلوا لهم هو شيف في مدة معينة كانوا التوريست اللي يجيونا معناتها لتونس كلهم كبار ياسر في العمر اي ما تقوليش انت اخترعت لهم السلطة هذي باش ما يتعبوش في الماكلة والله انا ما خممتش فيها ما فكرة حتى اوكي انا نخمم لك في كل شيء انت اخترع وانا نخمم لك هكا كيف كيف السفنيريا مقصوصة كيما كيما الكونكومبر بالطريقة معناتها جويدة على الأخر البصل استنس شايف بالبصلة هو استنس بيه اي معناتها هو استنس بيك ما نصورش كان نحى كل الماتيغ اللي تهبط الدموع انت ما عادش يهبطوا لك دموع توا لا والله مازالوا يهبطوا توا ما استنستش يهبطوا اكيد خاطر جيست تغيب عليها شوية فهمت تعاود تستين تعاود معناتها ترجع الدم من نور جديدة ان توكا هو هذاك البرودوي اللي يخرج من البصل واللي هو يدمع العينين دواء بون ما نعرفش شنو اسمه بالضبط نسيت اما هو راهو دواء للعينين عبارة على واحد حط كولير ولا حط ماء ورد نظف به عينه يعني اذا كان تحب تعمله تنظيفة طبيعية قصوا بصلة تشوف العينين تنظاف وتصفى دكتور حكيم اش قلت لي جلجلي شبيك زيتة قل لي شقول جلجلي مسيرش عبر عايش خويا عم دبوست الزيتة هبي قول ها شنو المشكلة دغيا الشيف قص البرقدينة مش ناخذ من هذاك شوية مش نجم تقصهم طروف صغار هكاكا سيب شوية يولي الجو نتاعها الكل ويمشي في ال هو الجو ما باش يتخلط في وسطه معناتها باش يسيب تحفظ على الجو انت تشوف كيفاش هو البرقدين سختو في السلاد فروي ياسر يبان يعجبني برشا عندي انا ما تكملش سلاد فروي من غير برقدين دونك هذايا كمال شخص واحد شاف اي بريسك حلوة برشا جويدة على الاخر و مرتاحة في الماكلة متصورها بنينة ومش ناخذ شوية يبدو لامبك خلطوها معانا كيما قلت لكم كل قدير وقدره سلطة بالكافيار تصرفوش برشا
واللي ما عندوش كافيار باش يعمل شيف. الكافيار تنجم تستغنى عليها هي. تستغنى عليها هي زينه جوست من الفوق غارنيتور. ونجمو نحطو كافيار روج. اه نجمو. ومازال توا الكروفيت اللي هي نتصورها طابت خاطر ما تقعدش برشا. طابت. هذايا استوس ركزوا الشيف قاعد يستعمل في الثلج. ظاهر باش يعلمنا حاجه جديده. لا جوست على خاطر الكروفيت باش تقردي كولارها وتبدا باهيه هكا. اي وما تزيدش تطيب. صحيح ما تزيدش توقف لها الكويسون تاعها. باش يخرجها من السخانه للبرد. كي تخرج وتتحط في الماء البارد اوتوماتيكمون الطبخ نتاعها يقف ما عادش تزيد تطيب اكثر. وهذيا استوس باهيه برشا نعرفها انا وتتعمل حتى للخضره باش الخضره تقعد خضره وما تزيدش تطيب اكثر خاطر السخانه اللي تقعد في الحاجه بعد ما تخرج من التطيب كمان تزيد تطيبها. دونك باش ما تزيدش تطيب اكثر من اللي يلزم بالسخانه هذيك نقصوا لها قصه عربي معناتها فهمت نحطوها في الماء البارد والثلج تقعد ما عادش تزيد تطيب اكثر. دونك هذه هي سلاد اكزوتيك. هذه اختراعك شايفه. هذه بون ماهيش اختراع هي تمشي ازياتيك اكثر معناتها الازياتيك ديما عندهم ياسر كفرويو والليجيوم عندهم الحاجات هذيك واحنا معناتها نزيدوها ساعات بالكريفات ساعات بالواحد فهمت وهما زاد كيف كيف حتى هما ديما بون مثلا الازياتيك مثلا الكوزين تاعهم كل مره تطلع حاجه ينوعوا يخلطوا ياسر حلو ومالح هي داخله في الكوزين مودرن معناتها انا نجم نحط فيها مثلا تروف دجاج ما تنجم بالفولاي اما ما نحطش كافيار اي بالطبيعه اه فوالا نجمو تعملوها بالدجاج تروف سكالوب هكا مسموتين في الماء والزيت تعطينا الريغوتا 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 حب حياتي نموت عليها الريغوتا من احسن الجبونات اللي تعجبني هي شعبيه او رخيصه اما بنينه والكريم فريش تحب كريم فريش؟ اي هذه هي الكريم فريش باش تخلطها من بعد شيف ولا؟ اي باش تخلط هذه هي باش تخلطها باش تبدا باش تعمل ليزون في بعضها حتى في البريزونتاسيون تجي باهي معناتها فهمتك اي دونك الشيف حط جوست مغرفه نتاع قهوه صغيره كريم فريش وحط جوتا مغرفتين نتاع قهوه وخلطهم باش يعمل ليزون باش يترابطوا في بعضهم في نطاق الترابط الاجتماعي والثقافي. شبيك معز قلقتك بالتصفيقه؟ عبي ما عادش نصفق. استنست الله غالب بالتصفيق. الله مشيت في دمي اش تحبني نعمل؟ دونك سلطه حضرت شيف؟ برسك حاضرة توا جيست نقشروا كعبة الكريفات نفوحهم باش تقشرهم وتحطهم من الفوق نفوحهم بالطبيعة نقول كيفاش تحطهم حاضرين الراس نتاع الكريفات بنين برشا انت تاكلو راس تاع الكريفات؟ اي لا عمري ما كليت نتصور المنفعة اللي فيها أكثر من الكريفات أما الكريفات الراس تاع الكريفات والقشور تاعها هما اللي يعملوا لي فون دو كريستاسي ويعملوا فسر يعملوا بهم البيسك ويعملوا بهم فهمت فهمتك يحطوه هو جوستومون صحيح هو اللي اخذ اللي فيهم قوه اكثر من الحمبيل كيما احنا باش نعملوا كسي بالمناني نعملوه براس المناني معناتها باش يفوح الصوص تاعو معناتها اللي ديال خير والله احنا جيعانين ولا نزيدش نزيدش جوعنا عاود احكي لي على الكسي بالمناني كيفاش كيفاش يا شيف الكسي بالمناني اي نورمالمون معناتها ليديال الاحسن واحد معناتها اللي يجي فهمتي ولا نطيبوا الصوص تاعو بالراس تاعو بالراس لانه المنفعه والقو اللي تخرج اكثر من معناتها اكثر من اللحم بيدو نتاع الحوت صح اما اكس نامبيش اللي انا بيجي ناكلو خاطر بنين برشا راس نتاع الكروفيت وشفته في المطبخ الصيني يعملوه باني وكيف بون هذيك كروكيت دو كريفات هذيك حاجه واحده اخرى حاجه اخرى فهمت هو الشير تاع الكريفات يعملوه ويزينوها هذيك بالراس تاعها ويعملوها كل كروكيت فهمت بالباني هكا يقليوها وتبدا مزينه وتبدا كيف يضربوها بالمطرقه ولا بحاجه ما عادش شكل الشوك اللي فيها ما عادش يقلق كيما طلينا
طلعنا عندهم الفريتو ميستو. فريتو ميستو؟ اه فريتو ميستو. الفريتو ميستو هذا يسخن الزيت بالقدا قوي، الزيت يسخنه بالقدا بالقدا وبعد تالي يعمل الفرويد مير الكل والمونجتو هذيك التريلي هكا الجويده وكس السردينه الصغيره الكل يعملهم الكل في الفرينه وبشمتهم فهمت دي فاسون كعبه الكريفات هكا الشفرات هذيك تتاكل كلها تولي كروستيونت هكا تتقرمش كلها ياكلوها كلها هي راهو هي اسمها مونجتو دونك تتاكل كلها حتى من راس يتاكل كي كعبه الواحد الشوك اللي فيه ما يقلقش تعطيني كعبه سيترون كعبه سيترون هاو شي مرسي وهذه الطريقة اللي نفوحوا بها كعبة الكروفيت الكروفيت بعد ما قشرها حط عليها زيت زيتونة وحط عليها قارص حاش عويناتكم الغاليين وتوا باش يزينها فوق البلا زد ملح فلفل كحل وبالطبيعة فمش كمون شايفه؟ لا الكمون لا كمون لا كمون هذاك كان في صفاقس مغرومين ها؟ غنوا عليها علاش عملوا عليه غناء هيك يقدم لنا يقدم لنا هي ما تفارق تونسنا البيا الا ما يا قادم لنا ما تفارق تونسنا البيا الا ما تجينا الا ما تجينا وتذوق مريقه صفاقسيه هكا ولا اما عندهم يفوحوا الفرويد مير بالهريسه ما فهمتش علاش زيت وكمون وطماطم حكا معجون في وسط الغناء احنا اللي غنينا عليهم هكا سي دي بو شنو النوع تاع الطماطم اما ما نعرفش علاش كلهم سختو توا كي نمشي لبرشا ديار معناتها من مصفق سيا يفوحوا الفرويد مير بالهريسه العربي شوز انا ما فهمتيش علاش معناها بالهريسة العربي علاش؟ علاش؟ هو اللي طيب بالهريسة العربي بو أنا مثلا ما نحبش نطيب الهريسة فهمت؟ هي الهريسة العربي فيها لفاحات الكل أي ديجا مفوحة تسهل لها التفويح أما هو ما تنساش اللي يقتل الجورة متاع متاع مثلا الكروفيت تصور أنت كروفيت بالهريسة العربي ولا قرنيت بالهريسة العربي ما هما معناتها لازم نفرقوا فما لي جو ستوندار معناتها كل حاجة فما الجو تاعها فهمت احنا توانسه معناتها رانا يلزمنا نطعموا الهريسه والثوم والبصل باش تبدا ماكله تونسيه هي الحقيقه انا نعرف اللي يفوح الحوت بالهريسه العربي نوعيه نتاع مطاعم علاش تفوح كي يبدا الحوت قديم تفوح الحوت بالهريسه العربي باش اللي يجي ياكل ما ياكل معناتها ما يحسش اللي المطعم مبدل ولا يكون الحوته قديمه هذيك علاش ننصحكم عمركم في ريستورانات ما تاكلوا حوت مفوح بالهريسه العربي وعليا وعلى احدي اللي طيب الحوت بالهريسه العربي ربي يستر كملنا توا كملنا بون باش نعملوا صوص نتيب صوص هكايا صوص فينيغريت بالكريم فريش بالكريم فريش بالكريم فريش مره اخرى شويه كريم فريش مغرفه كريم فريش شويه هكايا جست اثنين تاع قهوه ونعملوا لها شويه اف دولام وباش يزيد يحط لها شويه كافيار مش ياسر استحفظوا راهو الكافيار غالي بون هي معناتها تشوفوها في سينياتيرا ما تنجم تعملها بزيتون تنجم تعملها معناها هيك هيك معناتها فوالا 100 غرام زيتون اكحل اي صح فهمت هرسو 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 تو يعطي مطعم الكافيار ما تخافوش مش يعطي هو حتى على الكولير حتى على البوتين تاع الصحن انت فهمت دونك الفوح بشويه كافيار وشويه كريم فريش وشنو اخر شيف؟ كريم فريش وكافيار وكافيار هكا هاو بون توا باش نعملوا البريزونتاسيون توا اي يعمل خلي يورينا كيفاش نجموا نحن نتفنوا زادة في ديارنا ونعملوا علاش ليه دونك هو عنده قالب بلاستيك هكا هذا نتصور تلقاه في كل بلاصه اه اون بورت بيس تلقاها في كل بلاصه في كل بلاصه ما تقوليش غالي حتى ارخص من الكافيار ونجموا نعملوا صحفه ارخص من الكافيار نجموا نعملوا صحفه كما شفناهم في حلقات سابقين الصحفه رصوها مليح بلوها ساعه هي بالماء ورصوها مليح وبعد تحطها فوق الصحن وضروري نبلوها بالماء باش الكونتوني ما يلصقش باش كي تقلبها يهبط الكونتوني الكل في الصحن تهبط تبدا شاده فورمتها دونك هذه سلطه اكزوتيك سلطتنا
على حلو برشا، اشكال هندسيه. قداه تكلف البلان تاع السلاد اكزوتيك؟ بوسكو كروفيت رويال غاليه كوميم. الكروفيت رويال غاليه، مي في وقتها معناتها الشفرات، الشفرات فيها الخشينه وفيها الجويده هكا ولا، وماهيش غاليه معناتها الكيلو تاعها شنو باش توصل 7000، ارخص من الحم كوميم. ارخص من الحم، فهمت. اما كي تعملوا هذايا في غستو ولا في تيل قدا يتكلف البلان؟ قداش نبيعوه احنا؟ من 20 مش 18 دينار. 18 معناتها اللعبه الكل في الـ في الـ في الكروفيت، خاطر فريمون سي ترو شير. واذا كان كل صحن يتعمل بالطريقه هذه، يعني كل صحن وحده يزمك تريقل وتعمل وتتفنن وتزين بصراحه، زاده يزمك تشوبي الديكوراسيون والقاعده والدنيا الكل. سي كوم سا، هذاك هو التوريزم والديكوراسيون الحلوه. توسع بالك على كل صحن هكا شيف ولا؟ بيان سور، يعطيك الصحة. ضروري يلزم كل صحن يتاكل بمحبة وبمعزة و... الصوص هذيك زين بها كما نشوفوا، هي تزين و ميم طون اكومبانيمون معناتها. اي نجم واحد صح جوستومون يعدي بها الكروفيت. ناخذ ورقة أحبق، ورقة أحبق، كعبة، كعبة طماط سوغيز. طب هي طماط سوغيز هي معناتها التفسير نتاعها بالعربي طماطم حب الملوك، اما ما وقعش ترجمتها بالعربي، هذيك علاش قاعده الناس الكل تقول لها طماط سوغيز. الاكثريه هي تتعمل سلطه مقصوصه تتقص اون دو ولا اكاتر، ولا تتاكل هكاك بنينه برشا خاطر حلوه مش كي الطماطم الاخرى. يعطيك الصحه شايف، هذا هو الطبق الاولاني نتاعنا. استنى نكالي كعبة الطماط باش تطيح. لا هي هكاك انكليني ولا؟ اي انكليني، اي خاطر مشيت ورجعت. اش قولك فولي شهي ولا؟ تو من بعد، تو من بعد، تو من بعد نسقطوا عليه انا وياك ونفسحوا بيهم. توا نمشيو للسويت نتاعنا، هذا علاش يغلي شيف؟ هذاك يغلي، هذاك ديما في الكوزين احنا معناتها اللي رسطوران ديما عندنا ان فون ولا ان كوربيون معناتها يسهل الخدمه، وعندك معناتها الماء هك تشوف معناتها تو مثلا في الكريفات استحقيته ديريكت طيب تم خير من تستنى حتى لين يغلي، حتى لين يغلي. انت تو مازلت مستحقه، مازلت باش نستعملوه. فما برشا سخانه شايف الكلهم يشعلوا هذوما محضرهم كي العاده ديما يبداو الاخت. توا دونك باش تنظف البلاصه نتاعك هذيك ونتنقلوا للسويت. رجعنا، الشيف نظف بلاصته وحضر اموره، وباش ننتقلوا توا للسويت باش نشوفوا ايش اسمها الدودين. دودين رويال هذيا، دودين رويال. وناخذوا كعبه الاسكالوب هكا، فوالا طرف اسكالوب كبير. فما حكيت 700 غرام حاجه كي من هكا اسكالوب. احنا مانيش باش ناخذوها الكل، بورسيون 120 غرام وزيد ال 40 غرام تاع السومون تولي فوالا. دونك باش ياخذوا منها معناتها قطعه كبيره، طرف اسكالوب كبير كاينه شريحه نتاع اسكالوب كوا فيها حكيت 120 غرام. وكل وكل مراه كيفاش تقدر بتشوف بعينها. انا يعجبوني الحاجات هذوما كيما ستيل عين اسبانيوره وال والامور هذيك، سورتو كي يبداو بالدجاج خاطر انا مانيش مغرومه ياسر باللحم. دونك هذه باهي واحد يجربها في الدار. دونك تقصها وحاول كيفاش باش ما تتهلكش شايف هكا ولا؟ اي باش بعد ما تعذبكمش في باش تلويها. جيستومون. دونك هذاك هو الحجم اللي حاجتك بيه؟ ها هذاك هو يزي، هذاك صالح لشخص واحد. اي ان بورسيون بون. توا باش نحطوا السلوفان هذا كعبه سلوفان باش يساعدك باش تروليها جوستومون. فوالا كيما هكا. انا المانيغ هذه تظهر لي صعيبه برشا. علاه صعيبه؟ تظهر لي باليد اسهل، عرفتك اللي كل واحد باش مستانس. دونك حتى طبقوا التعليمات نتاع الشيف، ما تسمعوش كلامي انا. حتى طرف الاسكالوب
فوحوا شوية ملح سيغمون فلفل كحل شوية كركم شوية كركم شوية كاتري بيس شوية؟ كاتري بيس راس حانوت فلفل احمر راس حانوت راس حانوت مش متكون راس حانوت سي سور في برشا فحار في برشا هكا ولا التابلو كرويه ما احنا معناتها في الدار الاكثريه تلقاهم تابلو كرويه يعني تابل وحده والكرويه وحدها فما اللي يخلطهم ويخدم بهم هما يعملها في وضعي اما هما التابل وحده والكرويه وحدها فما حاجه ما تتفوحش بالتابل والكرويه دونك تعطيني سيليري شو نعطيك شيف الكلافس هذه الكلافس شو اسمه بالفرنسي السيليري سيفري سيلوري سبريل أبريل فاسون دافريل اي هاكا الكلافس مع اوراق كبيره نتاع الكلافس وفرشهم فوق السكالوب كما يقول مثل افرش تلقى ما تتغطى هكا ولا هكا والمثل المصري على قد الحافك مدي رجليك على قد سكالوبك هذي ونحيو كبد من هنا نتاع الصومو بون هذه راهي فيها برشا دي بريباراسيون مثلا تنجم تعملها يسموها أليغردو تنجم تعملها باللابريكو في عوض معناتها فهمت بالمشماش في عوض الصومو اللابريكو الشايح فهمت المفيد اي اي وتمشي كيف اي لون اورانجي هي اللي كولير باهيه وميم طون بتبيع اورانجي اللي تعديت فيه قبيله نسخيبو اخضر دونك زيت حط كوش اخرى سومون سومون ومن بعد كيفاش سكرها نسكرها هكا سيسها بشويه بشويه في البابي سيلوفان ويكبس عليها باش تاخذ لا فورم وبعد ما تقعدش لا تحط كوردون لا حتى شيء هكا ولا لا ما نحطوش لكن خاطر ديجا هي خذيت لافورم شدت الفورم تاعها انت باش تعملها باش تخليها هكاك شايفه شنو هكاك معناتها جوست انت باش تعطيها لافورم مش باش تطيبها ببابي سيلوفان لا باش تطيب السيلوفان تاعها بون ما يذوبش السيلوفان لا ما يذوبش السيلوفان لا ما يذوبش في الماء السخونه لا لا حلو هذه اول مره نعرفها بون هذايا دونك البلا نتاعنا الاولاني ومن بعد شنو شاف باش نعملو باش نحضرو الكارنيتير تاعها الجي نتاعها فهمت باش نحضرو القرعه تعطينا كعبه سناريه شنو اخر و ستة كعبات اربع خمسه حتى لستة كعبات طومات سيريز طومات سيريز والثوم شنو باش تستعملو شنو تو باش نستعملو الثوم قولي طومات سيريز باش تقصها ولا ولا باش تخليها طومات سيريز لا باش نخليها كعب نختار لك معناتها الكعبات اللي بال ولا نورمال هي مثال شيء ما شوفوا هي طريقة الكاروت قصها هيك انظروا كيفاش قص الكارنيتور هذه وفما فنارية بالطول فما موندلين يسموها تتباع قص لك هكا قص حاضرة معناتها كي تهبط عليها الوحدة بلوتوك اللي تبدا تدور هكا ولا لا لا هذه موندلين عندي منها ما حبيت هكا نعملوا حبيتها مانويل باش العباد تعرف كيفاش خاطر معناتها حتى في الدار في زابل معناتها باش تعمل بالسكينة تو قول لي في الدار شكون يطيب انت ولا المدام؟ لا انا للمدام عليه؟ عندي امي طيبة قولي المدام مرتاحة من التطيب مالا ها؟ مرتاحة من التطيب اي ما تحبش تطيب برا تعاون فيها الوالدة معناها اه ما تقوليش تحبش تطيب رجلها شيف وهي ما تحبش تطيب ولا خوف تقولك امبوسيبل كان مش نطيح على الراجل ما باش نطيب لا لا مش اما طونك اللي الوالدة معناتها موجودة هي بطبيعتها المدام تحب ماكلة الوالدة اه يا بيه شو اسمها الوالدة؟ الوالدة فضيلة تحية للسيدة فضيلة نوجه لها تحية اللي مازالت التوا بالرغم اللي عرست له وطيب له هو شيف دونك انت تعجبك ماكلة الوالدة؟ اكيد مع مش كيما ماكلة الوتلة لا مش كيف لا لا علاقة تاتي بالعربي يا بابا لا معناتها ما توا هذا قصتي بالمناني هذه من الحاجة اللي باش
تقعد لي في قلبي. يجي الحصة جاية طيب قال لي إذا يلزمني ما نكلوش في حصة خاطر في الحصة وكل واحد يذوق ويمشي. تعطيني ثوم يلزم واحد شوية بحذيك ثوم إذا ثوم مرسي مزو وبصلة هيا مرسي. قداش يلزمو توا هذايا يغلي باش يتيبه؟ هذايا توا دقيقتين واحد اخرين يبدا طيب. هكا هاو خاطر السومون في ساعه يتيب وال طيب السومون ديجا في ساعه ما يتيب هو في مي حق السومون. بون نجمو ما يكونش السومون في مي هكا ولا؟ نجمو ما يكون السومون في مي نجمو. اما نتصور الجو نتاع السومون في مي. الجو نتاعو احلى معناتها احنا نجمو معناتها اذا كان فما حاجه تحب تبدل لها الجو نتاعها كيما قلنا معناتها فما لا كرياسيون معناتها نجم. أيه. هما السومون الاكثريه يعملوه في مي خاطر كي تشري كعبه السومون من المارشي حتى كي تفوحها ودرا شنو تعمل لها مطعمها مش بنين كيما لقيت الحوت هكا ولا شيء. أيه. دونك هذيك علاش الاكثريه العباد تستعملها في مي وتاكلها هكاكا خاطر كي تجي تطيبها هكاكا في الدار ما فيش جو قوي نتاع حوت كيما نعرفوا. حتى السومون في مي معناتها كي نعملوها معناتها نجمو نعملوه بالطبيعه معناتها اي حاجه معناتها كي نعملوها احنا ويتعمل معناتها بالفاسون تراديسيونيل خاطر توا الصومون في مي حتى ولا دي سوسيتي واحد وكل شيء. اي يجي خير ابن كي تعملوا في الدار في البيتو هنا يعني عندكم اي تعملوا وحدك اي فهمت حتى في الدار تعملوا في مي بون فما مارينات لا موس يقول فهمت هو شنو هو يتيب بالدخان اي بالدخان أي. بالدخان يتيب هو يرقد في يقعد في مارينات بيان سير اللحم الابيض عنده طون اللحم الشير البواسون عنده طون اللحم الاحمر عنده طون معناتها يقعد في المارينات تعمل الحطب هذاك يتغطى من بالنجاره هو فهمت كيفاش وتنجم معناتها تحطه في قصدريه اي حاجه معناتها بون نظيفه بالطبيعه من فوق قري قري هذيك والقري هذيك تبدا يتعدى لها الدخان ويتيب بها يتيب قداش يقعد؟ بالنسبة للصومون ما يقعدش برشا يقعد ساعتين ونص ساعتين ونص أما على حسب ما تحكي حطب ودنيا ودرا شنو أما بنين ياسر بنين ياسر أما بصراحة يتشري وين أنا نسكن في بورتبين وين النجم نعمله هذه هي البقريزة علاش حسب أي دونك حط قلاية سخونة حط فيها شوية زيت زيتونة شو تعمل فيها توا الكارنيتور؟ هذه باش نمشوا فيها الكارنيتور دونك هذا هذا البصل اللي قصيناه البصل موها وبا كان واحد يجي يختلم الفرصه يجيب سمون في مي على واحد دخان هذي هذي الطريقة جابونيز هكا ولا؟ برسك الجابوني هكا يعملوا طيبوا ياسر هكا يقليوا شوية هكا الخضرة باش لا تبدا طايبة ياسر لا تبدا نية بالحق بنينة معناها تفتح والخضرة تقعد تتقرمش وال بالبصل وبالثوم اللي هو قص طروف كبار سي ريقتنا سالت وجعنا وقتاش تكملوا يا شيف او تو قريب نكملوا شيف شوية فلفل اكحل وملح وكركم شيف خالد عجبني خاطر مغروم بالكركم كيفي انا بون هو انت تحكي على الغالي وحتى الصفران باهي الزعفران باهي للكبده باهي للبدن الزعفران باهي برشا في اخر مرحله حط القرع الاخضر وباش يحركوا بيان سور قداش يقعد تنزل عليه هيك شويه باش توصل له السخانه من فوق تنزل عليه برك شفتوا كيفاش ينزل عليه حتى ناخذ شويه من الفون هذايا شويه من المرقه اللي هو عمل بها ال طيب فيها الدوجين رويال اللي هو السكالوب يقعد شويه كيكه قداش يقعد كيكه تو؟ بريسك طابت هي تو معناتها طابت هي معناتها جوست شم ريحه النار هكا وفوقهم الطوماط فريز هما حتى بالسخانه يتيبوا يتيبوا خاطر في الفرقه لا سخونه برشا جيست تحطها على السخانه ريتها كيفاش تحلوا كيفاش ريتها هي جيست طما نعملوا لهم شويه كريم فريش توا كريم فريش
هل أنت مصر على الكريم فريش يا شيف خالد؟ كريم فريش بنينة في المعلقين. زعمة شلون جربها وقول لك من بعد؟ جربها وقول لك. أول مرة باش نذوق خضرة وكريم فريش وتولي صوص ولا صوص؟ صوص صحيح. فوالا حلوة برشا. دونك هي هذه الكارنيتور نتاع الصحن. نتاع الصحن. اللي يبدا تنجم تاكله مع الدوجين رويال. تو مازلت هي الصوص هذه. اي. الحاجة الباهية في صحننا دائما أنت بالكارنيتور تاعو وكل شيء مع بريسك مع بعضه معناتها فما. اي. معناتها النحو هذه. دونك تعبت الدوجين تعبت. سخونة يا شيخ سخونة. مش برشا. يخرجها من بابيي ويحطها غادي. لا غيزون اذا ما تتفوح. انا بيجي قلت خرجت بيضه هي شفاح ديجار من انا احنا الفاح تاعها راه معناتها من بكري. مي معناتها اذا ما تتفوح بالصوص كما هكا. ما عجبتني فاست اللي تحط في البابيي هذيك لا تقعد لا كوشة لها وتحلى لا كوردون. وساعات واحد ينسى الكوردون لطف يجي في فمه وما شاكل. اما من بعد تنجم مثلا كيف تيب شويه هكاكه تنجم تنحيها وتحطها زاده في الكوشه ترميها في صلصه ديب اللي تشرب هكا شويه صوص وكل شيء وتخرجها. هذه افكار جهنميه شيف. لطفة جهنميه. انا هو الصحن اللي باش تزين. نجم نختار الصحن هذا باهي. هذا صحن عاملينه عرفت سورتو السمان اللي كيفين. أو كي باش نبدا قاعد ما نبداش داخل في كرشي يبدا هكا مفرهد صحن مفرهد شوفوا. هي ناخذوها نحطوها هنا بعد تقصها. باش تقصها قبل لا قصها بعتري. اي شوفوا توا الالوان صورها مزيانه برشا. نحط الكارنيتير تاعنا هنا. سامحني خليني ناخذ بخاطر جلجلي مش على حاجه. ونجم نطلعو هكا ها حتى الخضره في الوسط باش نطلع له هكا باش نجم يطلع. برافو بربي تصفيق عشي. حلو محليها الالوان بتاع الخضره محليها الالوان الطبيعيه ذكرنا باش نقولوا ديما سبحان ربي واش خلق والله الجمال الطبيعي. هذه نجم نقصوها هكا انكليني هكا. فاسون. دونك هذا بلاصة لحلى شخص. واو محليه السمون والاخضر والبلون. سي مانيفيك. هذه الصوص نجم نصيب بها هكا. حلو برشا. كيما قال لكم الشيف قبيله نجم اللي يحب يجرب فعود السمون. واحدة كليل واحدة كليل يحط مشماش بابا يجرب وتجي مزيانة راهو بون تبدل إذا المغاربة يعملوها بالمشماش. أي المغاربة يحبوا ياسر المشماش المغاربة. تاخذ شوية معدنوس شيف؟ لا نجمة علاش لا؟ خذ بخاطري خاطري نحب المعدنوس. حطها تحت هذي هكا يكون الطبق نتاعنا اكتمل. حكايه كامل. يعطيك الصحه برافو شيف فريمون روعه فن وابداع وعندك كعبه سوريز هيربه كالعاده. هذيك شد. دونك شيف ما بقى لنا حتى شيء توا كان نمشيو نذوقوا هكا ولا ليه؟ شيف نقول لك ميرسي بوكو. الله يخليك بارك الله فيك. ان شاء الله نتقابلوا في حصه قادمه ما نقدرش نسلموا فيك مازلنا ان شاء الله باش نعملوا حصص اخرى مقبله معاك. ونقول لك ميرسي 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 على رحابه صدرك وسعه اخلاقك ولا ما عرفت كيفاش يقولوها. اون توكا شيف احنا نتقابلوا بعد شويه في ديجوستاسيون وانا فرحانه ياسر اللي انضمت لي زميله جديده للكوجينه اسمها رحاب العجيلي ولذا باش نمشي تو تسويت نهدي لها الهديه هذه. باي باي. Thank you.
أنا وقت الغداء. إن شاء الله بالشفاء. عايشك. قديش عندك تخدم في كارتاج تلاسو؟ هنا 3 سنين. 3 سنين. سافا مرتاح في خدمتك؟ لا لاباس. أمورك مريقلة؟ لا لاباس صباح. كيفاش تحسوا التوريزم توا؟ التوريزم سختوها 2011 2012. 2011 يمكن، ما 2012 سافا معناتها. سافا؟ أوني بيان. وهوني في قمرت. في قمرت. فما بلايص أخرين خارج العاصمة يتشكاو. تنجم تكون. البانير معناتها تعرف قمرت تخدم أكثر التوريزم دافير. لي كونغري واحد وكل شيء دونك لاباس. وتحس الذوق نتاع التوريست تبدل هو بيدو يعني كيما كنت انت طيب 10 سنين التالي كيما توا الكاليتي دو كليون تنجم تتبدل بطبيعه هي بطبيعتها معناتها مش كيما الكليون معناتها باش تخدم مع سوسه مع الواحد البانير اللي الكليون اللي جاي للبحر للواحد مش كيف كيف دونك هنا معناتها يجي الكليون معناتها لون دافير واللي يحب معناتها فهمت حتى في اونيفو ريستوراسيون يحب معناتها ان سيرفيس ويحب معناتها شنو توقعاتك بالنسبه ل 2013 كتوريزم نتصور باللي باش يكون نقص 2012 الحكاية شنو توقعاتك معناتها 2013 والله هي ماهيش معناتها ماهيش مربوطه بينا احنا بركه معناتها مربوطه بالامور الاخرى الكل فهمت جماعه بسم الله جماعه بسم الله صحيح تقيدوا هكاك معناتها ماهيش مربوطه بينا احنا بركه إذا كان معناتها فما خدمة لبرا فما دي بيبليستي لبرا واحد كل شيء دونك احنا باش نخدموا أون بليس كو سا الاستقرار احنا لاباس علينا بالطبيعة يعطيك الصحة الاستقرار هو الأساس والرسمي صحيح خصوصا أنه نجم يكون ما عندناش مشاكل نجم يكون فما أمن وتوريست كي يخرج يبدا متهني على روحه لكن هذا ما يمنعش أنه الاستثمارات باش توصل باش تنجم أنت تخدم وغيرك يخدم وأنتم تبارك الله حالين الديار ويزم يكون الأساس السياسي مستقر باش يشجع الناس باش تجي تخدم لأنه أكثرية كليوناتكم هم المستثمرين سرتو هوني في سرتو القطاع تاعنا قطاع سنسيبل برشا معناتها قطاع هش وربي يستر معناتها وإن شاء الله فهمتي ولا تعدى السيزون باهية وكاو معناتها ديما متفائلين خير معناتها إن شاء الله احنا ديما متفائلين خير وديما نبيعوا في الأمل إن شاء الله وإن شاء الله ربي معانا وكاو باش نبدا نذوق سلطه سلاد اكزوتيك بنين جو بنين برشا تحس الكونكومبر طاغي و حتى الميلونج اللي عملته بتاع الكريم فريش هكا تري دو تحسو رابعه شيف صراحه طيب في حقه مروب بنين كما نحبه انا هيدا شوفوا لا دودين 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 رويال دودين رويال روعه ديليسيو يعطيك الصحة شيف بنين برشا خنذوق الخضرة اللي عملتها انت بالكريم فريش واللي ماهيش طايبة برشا بنين او تتقرمش في حقها بصراحة الكريم فريش عاملة علينا مزايا كبيرة الحقيقة هكا ولا تعاوننا برشا تعاون برشا والصوص مزيانة ومحلية خاطر حطيت فيها الكركم حلوه برشا كمنظر وكمطعم وكمنفعه وكفيتامين بالحق بنينه لازم واحد يجربها ويشوفها في الدار وتنجموا هي بيدا هذي نجم نحطها في صوص طماط هكا ولا نجم تحط معناتها احسنها هكا احسنها هكا قول انا في الدار يحبوا الاحمر اكثر وكل شيء دونك انا جو بريفير نعملها في صوص طماط واللي يحب يعملها هكا بطبيعه انفع على خاطر فيها برشا خضره شيف خالد يعيش ميرسي ربي فضلك عايشك. ربي يخليك عايشك. شكرا عايشك. على رحابه صدرك وعلى مرسي. على استقبالك الحسن لينا مرسي. وعلى تنظيمك المحكم اللي ابهرنا الله يخليك وشكرا ليك وشكرا للنزل كارتاج تلاسو اللي استقبلنا واللي فرح بينا كذلك ميرسي عايشك شيف ان شاء الله في حلقه قادمه معانا ان شاء الله ان شاء الله
وانتم ربي فضلكم وربي يخليكم والله لا ينحيكم. كنتوا مع برنامجكم ذوق تحصل على قناة تونسنا تي في. ما بقى لي كان باش نقول لكم باي باي، شهية طيبة وابتسموا، إنها تونسنا. تشاو تشاو.